حمل صار الوراء شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح تكون مع أسامة مروة. فأسامة نشر ستوري على صفحته بالإنستغرام، علق عليه بي ستوري جاي ماذا لو، ونشر ستوري مع عيلة أنصالة كانت مجرد صور، علق عليهم أسامة شرايك تطلع معنا في القناة. رد أسامة كان لا ما بي، والمفاجأة كانت إنه هذا التصميم اللي عمله أسامة ريبوست كان تصميم لفانزات شيرين بيوتي. ومو هاي أول مرة أسامة عم يعمل ريبوست أو إعادة نشر لمقاطع لشيرين بيوتي. ويذكر أن أسامة عم تلحقه حاليا إشاعات الارتباط مع الجميلة اليوتيوبر شيرين بيوتي. نمر إلى سر الوراح. فلاحظ الجمهور أنه سر الوراح قامت بعمل إعادة نشر لصورة لجستين بيبر مع ابنه. أعلق عليها الجمهور إنه سارة بالفعل عم تفكر إنه جيب بيبي. نمر أيضا إلى فراس أبو شعر أورند. ففراس أورند أعلن مؤخرا عن تلاقيهم، وفراس قام اليوم بنشر الصورة من صلاة الجمعة. علق عليها فراس بالحمد لله. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟